دلوقتي بقى تعالوا نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن مفاتيح مستر فيريرا لتحقيق الانتصار على انبي في افتتاحيه مشوار الزمالك بالدور الثاني من الدوري. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا، والبدايه من عند مين يا نيرفانا؟ البداية من عند آية بتقول: صباح الورد عليك يا نيرفانا وإنجي. مفاتيح لعب الزمالك كالعادة متمثلة في زيزو وبن شرقي، وخصوصا زيزو أصبح أهم لاعب في الملعب، وبن شرقي لو في حالته بيفرق معانا جدا، وأتمنى الجزيري وعمر السعيد يكون التركيز حليفهم ويستغلوا الفرص، لأن مباراة إنبي دايما صعبة والأهم هي الروح. لو فضلنا نلعب بنفس روح المباريات الأخيرة مفيش مباراة هتكون صعبة، الروح والعزيمة هم اللي بيجيبوا البطولات، وبالتوفيق. رودي محمود كمان بتقول: صباح الخير عليك يا انجي، صباح الفل عليك يا نيرفانا، نهاركم ابيض بخطين حمر، اهم حاجه يكون عندها روح وعزيمه واصرار على المكسب. بتتكلم طبعا على روح وعزيمه واصرار اللاعبين، وان شاء الله الدوري في 100 عقبه هذا الموسم، وبالتوفيق لنادي الزمالك. أدهم سعيد بيقول: صباح الخير عليك يا إنجي، صباح الخير عليك يا نيرفانا. أنا شايف أن فيريرا بيركز أكتر على جانب زيزو لأنه أكتر فورمة وقدم أداء رائع في المباريات السابقة، ولازم يركز على العرضيات بشكل كبير مستغل وجود عمر السعيد وأحمد سيد زيزو، وأفضل برضو أنه يبتدي بإسلام جابر ويسيب رؤى للشوط الثاني، وإن شاء الله ربنا يوفق الرجالة ويفرحونا بالثلاث نقط. طيب كمان معانا رأي تاني محمود شيكابالا بيقول: صباح النور عليك يا انجي، صباح النور عليك يا نيرفانا، من وجهة نظري مفاتيح الفوز هي الحلول الفردية، ده أولا، وثانيا لازم يكون في إصرار وعزيمة من رجالتنا لتحقيق الفوز عشان نبعد بالصدارة، وده هيخلينا نسبب ضغط على الفريق المنافس ويفقد نقاط أكتر زي ما حصل في الموسم الماضي، وإن شاء الله هنكسب 2-0. ثقة في الله، الدوري زملكاوي إن شاء الله والقادم افضل ان شاء الله يا محمود. عمر كرم بيقول: صباح الخير عليك يا انجي، صباح الخير عليك يا نيرفانا، نهاركم ابيض بخطين حمر، لازم نلعب بجديه واصرار ونهاجم ونستحوذ على الكوره من اول الماتش، ونحاول نلعب على جنب زيزو اكتر، ونحاول نسجل هدف من اول الماتش، وان شاء الله هنفوز وهنفضل في الصداره ان شاء الله. الدوري في 100 عقبه. طيب انا حابه اشكر اتنين من الناس اللي دايما بيبعتوا لنا يا نيرفانا، يعني رودي محمود وايه حسن، الحقيقه من الناس اللي دايما اصدقاء للبرنامج ودايما فعلا بيبعتوا لنا عن اي على اي حاجه بقى، اي سؤال او اي موضوع حلقه، اي كوميكس على تويتر، على اي حاجه بصراحه دايما بيشاركونا بارائهم. ايه حسن ورودي محمود دول الناس اللي موجودين النهارده، لو في حد تاني المره الجايه اتقال اسمه دايما بيشاركنا برايه اكيد هنشكره، بنشكركم كلكم بقدر الامكان نجيب طبعاً. كل الاسامي بنحاول فعلا. شكرا طبعا لكل الناس اللي بتشاركنا بآرائها على السوشيال ميديا.